ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم ظهرت به تلميذة وهي تناشد أصحاب القلوب الرحيمة للحصول على يد اصطناعية بعدما فقدت يدها وهي في عمر 6 سنوات، وأوضحت الطفلة التي قامت بتصويرها على ما يبدو أستاذتها داخل إحدى الفصول الدراسية بمدينة مراكش، حيث ناشدت الطفلة المحسنين بتمكينها من تحقيق حلمها المتمثل في الحصول على يد اصطناعية. وتفاعل آلاف النشطاء المغاربة مع فيديو الطفلة، حيث طالب الجميع بضرورة تقديم يد المساعدة إليها وتمكينها من تحقيق حلمها البسيط، في حين عبر آخرون عن تعاطفهم مع الطفلة موجهين في الوقت نفسه الشكر للأستاذة التي قامت بهذه الخطوة. أنا سميتيني خديجة عقبي، تحت نصح ودرس ليدي، كنت ساكنة في أطوار أكلكار، عندي 9 سنين. 9 سنين؟ 6 سنين. 9 سنين؟ 6 سنين. وبغيتكم تساعدوني انت، وبغيتكم تساعدوني يدي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.